اهلا بيكم في تلفزيون كارديو اليكس. معانا دكتور حازم خميس، استاذ امراض القلب جامعه 6 اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا عايزين نشوف راي حضرتك في كارديو اليكس 2017. انت عارف كارديو اليكس حاجه يونيك، يعني احسن مؤتمر قلب في الشرق الاوسط كل سنه، يعني بيضيف جديد لكل ما يتعلق بامراض القلب في مصر والعالم والشرق الاوسط. ف 2017 مور اكسايتنج لان معمول فيه حاجات مهمه. اوكي، حضرتك هتقدم لنا ايه السنه؟ انا يعني وقت قليل هقدم حاجه اسمها لايف ان بوكس، اللي هي حاله مسجله في حاله توسيع الجذع الشريان التاجي الرئيسي. وتوسيع الشريان التاجي الرئيسي بيحمل مخاطر كبيره ومحتاج جود سكيلز وتكنيك يكون سريع ومنظم لان مخاطره شديده على المريض. حضرتك شايف المؤتمر ده هيساهم ازاي في ارتفاع الاداء الطبي لامراض القلب في مصر؟ انت عارف دكاتره القلب في مصر بيستنوا كاردو اليكس، بيستنوه بابحاث، بيستنوه ببروجكتس، بيستنوه بادويه جديده، بيستنوه بتدخلات وتكنيكس جديده. فالناس بيتعكس على اداء طب القلب في مصر لمده سنه فعلا. الناس بتشارك بيه وبتتعلمه بكاردو اليكس. تمام. ايه هي فائده الدعامات الدوائيه؟ انت عارفه الدعامه دي عباره عن شبكه، الشبكه دي هدفها ان لو في شريان مسدود او شريان ضيق يتم اصلاح الضيق واصلاح الانسداد ده. الدعامه المعالجه دوائيا دي دعامه عليها دواء، الدواء ده هدفه انه يمنع ان الدعامه تضيق على الوقت القصير والوقت البعيد، ده هدف الدعامه المعالجه دوائيا. تمام. هل في جديد في دعامات القلب السنه دي؟ هو احنا التطور في الدعامات ماشي في سكتين، ماشي في ان الدعامه العاديه اللي هي الدعامه الميتاليك ديت تبقى اقل سمك، الدواء يبقى اكثر تاثير، الريزرفوار او التانك اللي بيفرز الدواء ده يختفي، او ان الدعامه كلها تختفي. ده التكنولوجي اللي ماشي في الايه؟ في تصنيع الدعامات دلوقتي. ايه هي التوصيات الطبيه الاوليه لمرضى جلطه القلب؟ رقم واحد ان احنا محتاجين زي ما بيسموه ايه، تعليم طبي مستمر، تعليم للدكاتره وتعليم للناس، مش العيانين بقى، للناس، ان عشان العيان يقدر يذهب في اسرع وقت للمستشفى ياخد احسن كير، ما يجيله الم في صدره، وجع في صدره، بحيث الناس يبقى عندها ثقافه انه يشخص ان في مشكله في جلطه في القلب من بدري. لان جلطه القلب دي اهم جزء في علاجها انه يعالج في وقت قليل، وقت سريع. تمام. ايه هي فائده قسطره القلب لمرضى جلطه القلب؟ القسطره دي الهدف منها اساسا التشخيص والعلاج. قسطره القلب بتشخص كل ما يتعلق بالشرايين التاجيه، بتعالج كل ما يتعلق بالشرايين التاجيه، وعن طريق قسطره القلب دلوقتي بقينا بنعمل كل حاجه تتخيليها، بنعمل الصمامات، بنعمل شرايين المخ، شرايين القلب، شرايين الاطراف، شرايين الاورطه، الشريان الاورطي الباطني والصدري. فاصبح عن طريق قسطره القلب دي نستطيع التدخل في كل شريان جسم الانسان. تمام. ايه هي النصائح الطبيه لمرضى الشرايين التاجيه؟ الشرايين التاجيه دي قصه تتعلق بالسلوك البشري، سلوك الفرد. اللي عنده شرايين تاجيه او اللي ما جالوش لازم يهتم بما يطلق عليه العوامل الخطر المؤثره، التدخين والوزن وارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع الكوليسترول. العيان او الشخص العادي اللي يقدر يسيطر على كل عوامل الخطر دي فرص الاصابه بتقل، ولو الاصابه حصلت بتبقى اقل خطوره، وانها يصاب تاني بتبقى اقل ترددا يعني. تمام. هل في اي ملاحظات طبيه لمرضى دعامات الشرايين التاجيه؟ احنا في مصر بالذات اهم حاجه المريض الشرايين التاجيه الدواء. تمام. الدواء اللي بيحافظ على الدعامات، في حاجه اسمها الدول انتبليكت ثيرابي، انه لازم يمشي على الاسبرين والدواء التاني اللي بيحافظ على الدعامه، وما يتصورش عشان هو ركب دعامه ان المشكله انتهت. لان ايه اللي يمنع ان الدعامه تضيق؟ ايه اللي يمنع ان الشريان تاني يضيق؟ هو العيان نفسه. يحافظ على دواء ويبعد تماما عن عوامل الخطر. تمام. ايه هو المتوقع حدوثه او استحداثه في مجال قسطره القلب خلال السنه الجايه؟
بصراحة كل الأبحاث أو الأعمال الأسطرة في العالم ماشية في سكة الصمامات، اللي هو إصلاح الصمام الميترالي، تغيير الصمام الأورطي، تغيير الصمام الميترالي، إصلاح الصمام سلسلة الشرفات، تغيير الصمام سلسلة الشرفات. فالتدخل عن طريق أسطرة القلب بقى 70-80% منه متجه إلى الصمامات. تمام، أوكي، ميرسي جدا لحضرتك. هوب ذات يو انجوي اند سي يو نيكست يير. باي باي.